يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا سمي تعطيل الخالق شركا؟ وذلك أن المعطل لا يعبد مع الله إلها آخر، وإنما ينكر وجود الرب. نعم، أنه سلبه الربوبية، سلب الله ربوبيته سبحانه وتعالى، وجعل الطبيعة هي التي تخلق والأفلاك هي اللي تخلق، هذا شرك بالله، جعل خالقين مع الله سبحانه وتعالى. المعطل ما يقول أن هذه الموجودات ما وجدت بدون موجود، يقول لا، موجودها الأفلاك، موجودها العقول العشرة، أو وجدتها الطبيعة وما أشبه ذلك، أو النجوم والكواكب، هذا شرك بالله عز وجل. نعم.